هاي مروي بسلمان الشافيت شوي ده ما قوتي مروي بسلمان وقته خفيرة دين يخود كات وخفيرة أو دين كات أو رب العالمين بما هنواتي ودي بيغمبري جي صلى الله عليه وسلم مروف تفيال ويجترى دست بكات أو خده وما دست بكري أو بيغمبري صلى الله عليه وسلم بيهاتي دست بكرن أو الصحابة راضي بنا خده لبيت بوي دست بكري مروف تفيال أولي خفيرة أو بكات أو خده و بيغمبري صلى الله عليه وسلم وصحابة صحابت بيغمبري صلى الله عليه وسلم بيهاتي دست بكرن كرب العالمين سيزده صلى بما قرآن إنا خاري همسر أن فير عقيدة كرين فير بيربارة راس كرين بيغمبر صلى الله عليه وسلم وقت دس بكر يدقال خلقي دس بكر عولي بعقيدة بيربارة راس نشا خلقي دان وقت صحابك فريد كرجيكي ويقول هر دعويبك هر فيجي أهل فيجي نصيحتك بيغمبر صلى الله عليه وسلم أولي دبشت في صحابي هر وفير عقيدة بك وفير بيرو باورت راس بك هكا جابات دافا بشتيني دي فرشت ديك معاذ رازبنا خود لابد ايك صحابة پیغمبری بود صلى الله عليه وسلم وقت پیغمبری وريكر يا يمني قلت يا معاذ تو دي چيا ناف قومك دا اهل الكتاب جينا وفلنا قلت فليكن اول ما تدعوهم اليه قلت اول چشت تو دعوه قلوات كي وتو نصيحات كي نا بيجي انفيج بكن نا بيجي زكاة بدن ونا بيجي صدقاء بكن نا بيجي هرنا حج نا بيجي بشنا عمره بيغمبر صلى الله عليه وسلم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وتي أول تش دس بتكي قال فاكسانا ودي فيرا لا إله إلا الله كي ود رواياتك وليد وهاتي بيغمبر بيجي صلى الله عليه وسلم فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله بيغمبري صلى الله عليه وسلم قلت معاذي وديت أول جزء في قومي فير كي دي فير توحيد كي فير عندي بك كأفاد اشتف عبادته خده وخده بتنه برستن هكا فيهن دي فير بون بشتينجي بيغمبري صلى الله عليه وسلم قلت بيجيه بينج نفيج أبكن وهكا بينج نفيج كنن بشتينجي بيغمبري قلت صلى الله عليه وسلم دي بيجيه زكاة ابدن وارهو بيغمبري صلى الله عليه وسلم نشا ويدا ونشا مجدا كدين هيفرات تدس بيكرن عقيدة راتي تدس بيكرن توحيد راتي تدس بيكرن إيمان رب العالمين يا تدس بيكرن أشهد أن لا إله إلا الله وير راتي تدس بيكرن معنى كي أشهد أن لا إله إلا الله وهو أصل دين ميا كرب العالمين عرض عثمان هاتنا شكرن بخاطر في كلمات هاتنا شكرن بيغمبرة هاتنا هنارتن بخاطر لا إله إلا الله كتابة هاتنا هنارتن بخاطر لا إله إلا الله مروف و اجنات هاتنا شكرن همو بخاطر في هندية قد بوچو هدف دينية غير اف هدف نبي بو هندية لا إله إلا الله ما دام هو يا اف ايك الواشتر هو يتقرنجا لا إله إلا الله عرض هاتيا شاكران عثمان هاتيا شاكران ملوف هاتنا شاكران أجنة هاتنا شاكران ملائكة هاتنا شاكران بيغمبر هاتنا هنارتن كتاب هاتنا خاربو و بيغمبرانا همو مخلوقك رب العالمين وقت الإرادة شاكري همو بخاطر في هند بيت تبي أم معنى في كلمة بزاني ونابد مروف جاهل بيت أم معنى لا إله إلا الله نابد مروف نزاني معنى ويتيا وكبيجي ايكي معنى ويتيا قالك ده وجوة دنبا يعني شو خدينينا إلا رب العالمين نبيت الله نبيت وبس ده هو جواب دنبا طبعا أف كلمة ونيا وأف جواب جوابك كامل نيا يا في كلمة وأف كلمة كبيس أحكي بدورك نابك تيت يا عبولي لا إله يا بشتنجي إلا الله لا إله يعني عبولي ناف كلمة توحيد داو ناف كلمة شهادة داو تبيجي لا إله يعني شو إله الحق نينا كاس مستحق عبادتي نيا شو إله نينا كويت حق بنو عبادت وبينكرن أبي خلق عبادتي اللي تكرن همو إله باطلا وهو عبادتي تكرن بغير رب العالمين وواسطتنا دانا ما بين رب العالمين ومروفا أفهمو لا إله أفهمو إله نينا همو أفا مستحق عبادتي نينا لا إله يعني أس عبادتي بكسناكم
وكاس شو إلى الحقنينة أبي تذكر إنه كام يعبين عبادات بغير رب العالمين تذكرا أزل وبريئم ومن إيمان بوينية وأفهم الشركة أفهم كفرة نابج نوا إله لا إله أز دعاء وداخاز الكاس ناكم أبا معنى لا إله يا أز هوا رخب كاس نابم أبا معنى لا إله يا أز داخاز شفايل شو مخلوقناكم أبا معنى لا إله يا أز شو بندكاو شافاو وباروكاو داراو شاخا نبخان يخوفتكم ونبسيارا خوفتكم ونبلاندكاو بشيكيفتكم وبشوش شو جاوناكم أبا معنى لا إله يا تفي عولي فانا خراخو لدير كي وفانا هما نفي بكي بل هندي آية قرآن شد بجيد بجيد فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله تفي عولي من رفخو الفانا دير كت لا إله يعني أفهمو دخلة وأفهمو مستحقهن دينية من رف عبادتي بكت أفهمو مستحقهن دينينا من رف دعاء لبكت أفهمو مستحقهن دينينا من رف هوارا خبوبات أبا همو مستحقين دنيا چو شورية رب العالمين شورية خنا داين أبوانا شفا دسي كسننا وإذا مريضت فهو يشفيني وقت إبراهيم عليه الصلاة والسلام بيجيت هكا أسناح وجبوم بس رب العالمين دمون شفا يبريتا وبيغنبري صلى الله عليه وسلم قلت اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك اشفي شفاء لا يغادر سقما يا ربي خده بس تشافي الشافي ناظر رب العالمين يا وإكل شو ليت رب العالمين يا كسب أجدار نيت جرب العالمين في شو ليدا شفاء ذريكر نيدا البتشيكا لا إله يعني كسب بتشيكا نادت أبي بتشيكا دات بس رب العالمين تنيا أبا همو تبي عولي مرف خلفانا خلاص كات وهمو عولي مرف خلفانا بريء كات وهفاجتنا للي خونه ليد عبادتي بوكسي نكت، نواجه بوكسي نكت، سجود بوكسي نبت، ركوع بوكسي نبت، هواراخو بوكسي نبت، دعاء وداخاز الكسي نكت، داخاز بچيكا الكسي نيتا كرن، حيوانا بوكسي نبكو جيت، توكلاوي وبشتاخو بكسي قرم نكت، افانا هماتي بيام رفع اولي خلي خلاص كت. چونك باري تبيت ناف دين اسلام دا، وباري بيت ايمانا بخده بتنه دا، تبيام رفعنا خباكش كت. فمن يكفر بطاغوتي تبي عولي فانا هما كفرينية بيبكي يعني خلي خلاص كي وبيجي أبا عبادتنية أبا شركة أبا إيمانية أبا توحيدنية أبا راد بن أوتش تبز بخده داناي وبس شو لا خدية أبا راد بن دنا مروفكي دنا مخلوقكي جه هر مخلوقكي هبي وهر مروفكي هبي بشتي هنجي بي ركني دويل في كلمة ككلمة توحيدية إلا الله وقت تقول فانا خلاص كرو خلي بريء كرو تقولي أبا همو شركة أس واشتناناكم بشتينجي دهي إلا الله إلا الله يعني أس دفاع عبادتنا أبي من أولي خلي بريء كري من قوتي أفا أبي خلق عبادتي دهتكت أفا همو الشركة وكفرة دهين فاع عبادتنا بخدي بتنيكم نفيجي ده بس برب العالمينيكم سجودي ده بس برب العالميني بم ركوعي ده بس برب العالمينيكم حيواني ده بس برب العالميني فاكجم سيندي ده بس برب العالميني خينم هو رخو ده بس برب العالمينيكم وهو راخد برب العالمين بام وبشتاخو بس برب العالمين جانم كم هي في يمن بس تبي رب العالمين بيت هي في يمن شو بروفنينا بيغنبر صلى الله عليه وسلم قلت فاطمة قلت يا فاطمة بنت محمد قلت يا فاطمة قلت يا محمد صلى الله عليه وسلم قلت بخ عملي بك أخو في يمن نهلا نبي جبابين بيغنبرة جبابين بيغنبرة ما هي في يمن أبوا من خوشة بيغنبر صلى الله عليه وسلم قلت إيمان بنا وعملي بك قلت أس شو فايدتنا هذا ما كتو إيماننا إلي قلت عمل صالح نكي ما دام بيغمبر صلى الله عليه وسلم قلت فاطمة شتوف أس بشتين قدر رابم أس مروفكم والله أس عمل صالح ناكم وشليت باش ناكم ومن بحشتش بخوادانا بوت من بحش بخوادانا والله بابير من مروفكي باش بو ولي خده بو وهي في أخو من أبكي إلي من أخو بي فيوي هلاي رب العالمين شد بيشتمت قرآن دا بيشت فمن كان يرجو لقاء ربه يعني هر كسكي هي فياوي رب العالمين بيت هي فياوي او بيت رب العالمين دلي خوش بيت او دوي خلاص كت او دوي درباس كت النخوشية قيامته او دوي خلاص كت الجهنمي او دوي ويبت بحشته هنجي رب العالمين
دفي بتت بحشت دا وهنجي رب العالمين دفي خلاص كت الأجر جهنمي أما أزبيم بجمع الله في يمن فلان كسا من بشتا خوف يا قرم كري أم بنا مولا فلان كسينا أف إيك الوا عبادته الرجاء هي في بون إيك العبادته بس برب العالمين تذكارينا إيك هي في أخوك كتمروفك كتبيغمبرك كتمروفك صالح كتوليك رب العالمين أفي أفكر الشريك رب العالمين وهيك الواجد بس برب العالمين تتكرن أفي أفمرو فكر الشريك بهند لا إله إلا الله ظهر دركنا نبيكتت عولي خو خلاص كرنا وخو بريء كرنا الويتشتي وعبادتي أبي خلق بغير رب العالمين تكت يا دوية بشتيني بي عبادتي بس برب العالمين بتنهبكي خو بريء كرنا الشركة وهمو جوري الشركة واني هكيك بجيت بك ما سين خاندن غير رب العالمين الشركة وشينابيت پیغمبر بجي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك اذا اخفنا پیغمبر صلى الله عليه وسلم ومروف بلاب كيميش نزانيت شرب گناح مازنه يا كچكانيه ايك الوا گناحايا كهمو گناح ماستره چو گناح الوه ماسترنينه وبس او گناح تني رب العالمين يقوتي ان الله لا يغفر ان يشرك به يقولي هر كسي كي بيت الانيمن يعني بمري سر في شركه رب العالمين چجا لي خوش نابي بس اف گنا حي يقولي ويغفر ما دون ذلك يل بر شركه ده هم رب العالمين خوش بي والانيمن دشتي بالعكس بي عندك مفاهيم وعندك عبادات وعندك شرك تقل عبادتي وتيك هل بي بالعكس بي عندك گناح لالما هندت ما ظنينا ما قلق قلق ما ظن كريم وهندا قلناح إشلال قلقا مازنا ما قلق قلقا كشكري وهذا إيك الوا خلتيا أم كفتنا الناو ده تيوبين تطف راس كرنفا بو نكاك بيجين ونيا أناف مدى بيت زانين بيجين فلان كسي زينات قل دوك أخو كريم بيجي هر كسكي طبعا دي قلق عاجز بي ودي بيني ناف شافت بي وسارو شافت مين أخوش بون هل وكي رب العالمين القرآن بيجيد ظل وجهه مسودا يعني سر شفت بيد الرجب انه دي نخوش بيد ودي بيجيد حقيفي مروفي اواتي بيه بارشا بارشا بكان چشك تيدانيه قنا حقا قلقا مازنا ايك بيشو لبكان بس عينا ببيني ايكلالي في كسي ابي هو خو عصبي كري وقته قوتيه فلان كسي زينات قل دوك اخو كري ده گلک سر و چهت وی تکشن بلکه جان های بیشتر نوکه بس بیشتر کاکیه از دچم از خود کوچم گلک ده آخف نت مازن کرد بس بلکه یک لالی وی بیشتر پیتانش وی و بیشی که وی هات کدی که وی سیارا وی هات قلبی بیشتر یا غاوس یا فلان شیخ یا فلان سید یا محمد صلی الله علیه و سلم ده ولی خوب غیر رب العالمینی بود لالی بیشتر که عادیه دخو کار کرد قد این کاری ل ناکر نبیشته با وشتکی خلطا سر و چاوتی بدل نابن نابشته باده بینن وکی یدی کاده بینن دا پارچه پارچه کم قند و آخفنا ناکد و هکه بیا ناف میزان شریعتی دا و بیس حکه قرآن و بیس حکه سنت پیغمبری صلی الله علیه و سلم اوی دویه اوی هوا را خوب و غیر رب العالمینی بری گناحاوی گلک گلک ماسترن وی اوی زینات گل دای کخو کری بو چونکی اوی شریک اکبر رب العالمینی دانا بهيك الكاريت رب العالمين هنا دام مروفكي وفاو قناحا ورب العالمين قوتي أسلي خوش نابم أبي سرفي قناحي بمريد قلق لي ماسترا بس بو أفي مروفي يا أولي هو رداوي كرفو خو عاجز كر يا دوية خو أو نكر چونك أفا الشركة نظاني تاتانو كتشيا هكا ظاني بو دا يا دوية بتر خو عاجز كت يا ايكي ويا دوية دا ماستر دانيت يا ايكي بس ما دم خو عاجز نكر وشتكي عادي والغير بهند دي بيني واكسانا هتانو كشرك نظانيا قالك جرانا في مدى دي بيجن ما چه باران بير ما چه وضع ما نخوش نميد بو دي بيشتا توي ناني يان برنجي دي بيني سر او جي زبلي ويا افعيك القناح ويا چو شكت دانيا بس نا بيجيد بابو باران تأخير بون يان بو وضع ما نخوش بو چونکه هندک الناف مدهینی ها ولی خب غیر رب العالمین البن هندک الناف مدهین یکن طواف بدل چن کعبه بکن یکن قبرات کن هندک الناف مدهین سینده غیر رب العالمین خینن که اونا سبب لعنت و غضب رب العالمین بوما بین رب العالمین سرفانه لعنت و غضب تین تخاره چونکه اونا گناح ما ماستره
بس بو افشتل هادي ما يبيدا بي چونك هم هتانو كشركي نظانين هم نظانين الشرك چيه هكا ما نظاني بو ما فندنات كر بل هندي مروفة بسرمان واجبة رب العالمين اتناف قرآن ادا همو قفية چوبو تيما واعبدوا الله ولا تشركوا بالله شيئا عبادتي بو خديبتن ابكان تشركا ندان رب العالمين إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة هر كسك شريكك برب العالمين دانت أفب بحش سريع حرام بي لا لما قال ما قوتي شرك بس ده هو أمزانين كتو صنمك بين يويري وعبادتي بكي أفب ايك الجولة شركية أما قالك نوعي دي شركيتين وأم هتاخو الخرانة بارزين مروفة بسلمان نابت إيمان دار لا إله عولتي بأخو الشركي بريكي وخلي خلاص كي بشتيني بجي إلا الله بين عبادتي همي رب العالمين بتنبكي بل هندي پیغمبر يقول يا مثلا الله عليه وسلم سين خاندن غير رب العالمين الشركة پیغمبر يقول يا مثلا الله عليه وسلم من تعلق شيئا فقد أشرك هر كسكي بنككي چاوكي فروككي داركي بركي شاخكي بجيكي وكت وبجد أمد من بارزيد أمد الشركة چونك أمروفيت بارزيد بس رب العالمين فالله خير حافظا رب العالمين قرآن يقول بيجي اوه مروفيت بارزيت رب العالمين تنية وافا نا شرعا درستا ونا عقلا نيش چونكي هكا عقليش بيني وعقلي خوش ده شولي باشا شطف ده عقلي مروفي جتا في درجة كمروفي جد والله بندك ده من بارزيت يان چاوك بيت الدولتك كافر چهكر بيت چاوك نايلونية چهكري دولتك كافر يا چهكري او چهكري كافره ومروف بنت مال خود دانت بي وقت والله دي من بارزي سيارة خود وقت دي من بارزي بل هنده پیغمبر چط بجي صلى الله عليه وسلم بجي هر کسا كشتاكه وكر او شرك کر بو شرك کر چونك ايك الكارت رب العالميني كباراستنا اينا دا مخلوقك ودا مروفك جا كتو بجي پیغمبر دي من بارزي صلى الله عليه وسلم او شرك ايك بجي پیغمبر صلى الله عليه وسلم من بارزي تو واسطانو كل بن باراستنا پیغمبري دا او شرك اجا با هکه ایک بینید وی پاراستنیم ده تا پاروک اکی ده تا چاوک اکی ده تا دار اکی ده تا بر اکی یه های ده چاپس لکی اینید یه شیشه اشکستی او دیدان تا پیشاکا مالا خوب الله هکه چاوک ها دا ویب کوید و دا من نکوید هکه حسیدی اکا دا ویب کوید و دا من نکوید ونیه او همون نتیجه هنده اکا ما ایمان ما و توحید ما گلک ها هاتی خاره گلک ها کیم بی اما تانو که شرکه نزانین الواگو نحید مازنه نخو أبا همو مروف يب مروف يتبارزيت بس رب العالمين أبا إيك الكارت رب العالمين شو تفضل إنه دم باروكاكي من أف باروكاكي رشريك يا رب العالمين رب العالمين شو جار من قبيلنا كد بهنده إن الشرك لظلم عظيم شو ظلم الشركي ما أصرنية بل هده تيبا مروف خلي بارزيت عقيدة ما وبيرو باورت ما أوبيت أبا ما تبارزيت رب العالمين تنية هنجيش بل هنده رب العالمين شو عقوبة بفاكسانة دانوا اوه پروککی، بندککی، چاوکی دانتا ویره پیغمبر صلی الله علیه وسلم بجید من تعلق شیئا وکیل ایلیه رب العالمین ده بجید مادم اف مروفه هنده به عقل حاشه اینگو بندکت مال خوفکیه، بچیک خوفکیه، پروکت بیوکیه، چاوک بیوکیه بجید اوه ده من پارزید بجید ده الله با ایج ده پاراس نخو سروی کسی راکم بلا بندک وی پارزید بلا چاف وی پارزید بلا نوشتی وی پارزید بلا او شاخ وی پارزید بلا چاپاس لشکستی وی پارزید من تعلق شیئا وکیل الیه الجزاء من جنس العملی افا رب العالمین هو مروف عقوبت داد مروف رب العالمین پیلید و عبادتی با رب العالمین نکد و یکی بکت شریق رب العالمین هو ده عقوبت دان رب العالمین ده پاراس نخو سر بی کسان را کد بشه جبلا چاف پارزید او چاویل دولت اکا کافر ها چه کری پروک اکا و بندک اکا یه اینا جا سر قبر اکی اینا بید سر شیخ اکی و سید اکی و ولی اکی اینا بید هر جا اکی اینا بید چوشته همانیه شریعتی اوه مروید بارزید رب العالمین ایکل نافت رب العالمین السطیر یعنی مروی ستر کت یعنی کثیر و ستر لعباده برهند افع ایکل کارت ویه داخاز دل بس ویه تکرن چی گفت مروی دا خازل می نکر چی گفت مروی افکار اینا دا مروفه کی و مخلوقه کی همه مروی کرا شریک یا رب العالمینی پیغمبر صلی الله علیه و سلم حدیثه که ایده بجید الطیارت شرکن ایک الجوره دیه شرکه پیغمبر اومه بجید طیاره چیه؟ طیاره او مروف باوری یا مروفی و عقیده مروفی او بید
كاختي طيرك تيتا سر مولا مروفي يا هي بيجي قلع رش يا هي دي بيجي بوم هل طيرك يا هبي قال هو تسر مولد ايكي دي بيجي هنده از خير الخنا بينا هنده دي مصيبتك بومن هيت هنده دي ايكي مولا من مري يان قال مروفك ايكي الفانا دي يعني هندك مروفك هاني مشهورا خلق بيجي دف مروفك شاف بيسن وخلق بيجي دف مروفك عمنا بيت حسيد وزرر الجهينة خلقي دي بيجي هنده مادام افي از دي دم از خير الخنا بينا هذا ما دام كره من والد بتينا دي مصيبتك سريتيت بس اجا قد اشتف تشلته هيك هذا بيعمل بيجي صلى الله عليه وسلم هذا الشركه اشتف عقيده ما دي هذا بالكامرو فك دي ضرر من ده قد طيرك دي ضرر من ده يا رقمك جار هي ما دام رقمه من 13 در كف عند اس خير خنا بين بيش انجار هي دي كي تجور وكهرب تشوفا بيش فنانك 13 يا نحسه بروي كهرب تشوفا منيا وفمانيه الشريعه ده مدينيه بيغنبس على الله وسلم اول شركه بو شركه چونكي اوي ضررت جهين تمروفي مصيبته بمروفي تينيت واوي فايدت جهين تمروفي بس رب العالمين تنيه نا حيوانه نا قلع رشا نا بوما نا چمروفي چاف بيسن هكا دنيا همو مروفي دنياي چافت واس همو بيستر بن هكا رب العالمين تبارزي وحسنا كربيت خر نشن تأثيره تبكا برهندش بيغنبس صلى الله عليه وسلم ايش تو صحابات كتشكبون افني شيدا قلت واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك صحابات كتشكوك امون دبشتي ورا اي كريمن اي فلانكس هكا امتها مخرفه ببيت كو زررك بجهينته نشم جهينته هكا فايدتك بجهينته نشم جهينته این لایکن گیدشن فایده که گهینته هکه خوده بوده نویسی بید و کن گیدشن ضررش گهینته هکه خوده بوده نویسی بید اما هکه خوده بوده نویسی بید دل خو مرتاح کن قد چو جارا ایک گفال تب کد ایک بشتا والله فلان کسی چاف بیسه هره قوه شیره قد مروف بشتا خوب خوده گرم که امت همو خرفه ببید نه او کس همو وکیوی بنو وی خراب تر بن لن یبروک الا بشیء قد کتبه الله عليك ناشن ضرر لهنته إلا رب العالمين يا كم مروي برهندي بيغنبري صلى الله عليه وسلم شو تقولتي قلتي الطيارة شرك أبي إيك الواش تاك الشرك مروي بصرمان نابد بكت نابد عقيدة ويا ببيت كأفدي ضرر جهين تمن أفدي خرابية جهين تمن يا أنجار هاي مروي هاي عقيدة وي بيرو بوارت وي أفنا كم مروي كمري ناف قبري دا وده من فدد بيجيت وده ضرر جهين تمن وهركس هكي والله فلان كاس ونيا هكا طنش قبري وراچو دي خراب يجي انت يا هي جاره هيدي بش بزوت كيت اوغريتا في تخلكي هر اخف نكهو هبيت ونيا كاس نش زارن بجي انت مروفي بشتينجي مروفك يا مري وهر كاس يا مر هند الدنيا شو داري كانجي افراد بنوا وكانجي افا عقيده وتينا داري وزارت جهين خلكي وندك انا خوش كان وندك دين كان وندك نظبي بدن وندك اوغريت غيرني اما شو عقيده نيه و چو بیرو باور نیه اوه ضرر و مصیبت و نخوشی ها بمروفتینید بس رب العالمینه بلنده مروفه بسرمان رب العالمین چند آیت ها داگوتی فلا تخافوهم و خافونی اوه عقیده مشرک ها بو مشرک ها چود گوتا پیغمبری صلی اللہ علیه وسلم و بجنه یا محمد صلی اللہ علیه وسلم هکه تو هر سروی دعوه خو بردوان بی و تو بیجی عبادت صنم و شرکه و عبادتی و بس بخوده بیدا کرن دی صنمت مبتبدن ودي او طولت مرتبة كان ودي ضرر جهينته تدين كان اما اخفنا مشرك ابو رب العالمين ايات ابو بيغنبرينا خالص الله عليه وسلم ودي فلا تخافوهم وخافوني ودي يا محمد صلى الله عليه وسلم وانا ترسل من ترسى شو الناس ودانيه ويخوفونك بالذين من دوني شو ابي بحسي فلان كاسينك ناخذ ابتدت يا ابا رب العالمين واد قلت مشركه واد قلت بيغنبري صلى الله عليه وسلم رب العالمين ايات ابو مينا خالص وتمام محمد صلى الله عليه وسلم قد وجهنا دم الشركه هم مجتدى سيخددا ويخوفونك بالذين من دونه المشركه قال لك جرب يا عمر ترسل صلى الله عليه وسلم وصحابه ترسل دم صنم يدقوا چونكي واش عقيده واش ابو كاف صنم امر به صالح بينا بنو بيت واش بينا جوت منغو ودان بخرابيه جهينغو رب العالمين چن ايات انه نفر فلا تخافوهم وخافوني فلا تخشوهم واخشوني وإياي فارهبوني وإياي فاتقوني هذا كانت آية دينا نخاره وكبس تبين من ترسل ك
كسي الفانا نشد شو زرار المروي بدات اما چي قرام من عقيد اخو كرا افا والله افا دي من فادا نوين من قبر ويراب جم دي زرار ايجي انت من افا ايك الواجت بس يا رب العالمين يتأينا دا خداني قبركي تذكر شريك يا رب العالمين فيشو ليدا افا ايك الواجت الشركية بل هندش بيغمبري صلى الله عليه وسلم قوتي يا قوتي ما تفيا واجتنا هما خلي دير كان توكل ايك العبادته تبشت مروف مشتا خو بس تبيا رب العالمين يقرم كت نابين مروف مشتا خو مروفا بقرم كت والله أس يهيفيا فلان كسي من مشتا خو بي قرم كري هكا او نبو نكاس ميش بو برسادا مريم هكا او نبو نكاس ميش بو نماين هكا او نبو نكاس ميش بو بشيشكا بو ما ونيا چوشت هونيا چو اخفنت هونينا هبه تو باراسي رب العالمين بيت هنده جرا مروفا كشكر بيت السبب بس مروف عولي تبيا چه بيجيد بيجيد خودي ازي پاراستيم پشت هنگي سبب فلان كسي تبيا پشت هنگي بيجي رب العالمين پشت هنگي سبب فلان كسي ازي پاراستيم واك رب العالمين نبو و پشت هنگي فلان كس نبو ازو برسادا مرم او هنگي درسته رب العالمين مروفات كده سبب اما اي كالاك بجم الله اكا فلان كس نبو ازي برسادا مرم پیغمبر صلى الله عليه وسلم او قوت صحابت خو وقت ایکاتی لالی پیامبری صلی الله علیه و سلم گوییه هک تو حس کی و خدا حس کن اینا پیامبری صلی الله علیه و سلم گوییه اجعلتنی لله ندن ولی تاسکر مشریک رب العالمینی ای فلان کس و دی قل ما شاء الله وحده بیش هک خدا حس کت آنیش پیامبر صلی الله علیه و سلم گوییه هک هر دو بیجی قل ما شاء الله ثم شئت بيجي اكا خدي حسكت بشتينجي تو حسكي وازي هاتم رب العالميني از خلاص كرم بشتينجي تا از خلاص كرم سببي تا از خلاص كرم هنجي افا پیغمبر صلى الله عليه وسلم حسكر نشام ابدت او شولو كارت رب العالميني بن بس برب العالميني دي هنا في هلان و بس مروف دا خازي دي رب العالميني كت چي قاما مروفي افا ايك الواكرة انا دا مروفي كي مروفي كرا شريك دي رب العالمين بل هندش معنى ذي كلمة لا إله أولي خبري كنا الفاجورة شركي همي يعني أس عبادتي بكسيناكم أس وارخ بكسينابم أس داخاز الكسيناكم أس داخاز بچيكا وشيفا الكسيناكم أس چو قبراو چو باروكا وفاجتانا نا پرستم إلا الله عبادت بس بخده تتكرن نفج بس بخده تنكرن روجي بس بخده تنكرتن دعاء بس الخده تنخواستن هوار كرن بس برب العالمين يا أما يجيب المضطر إذا دعاه يعني لا أحد يجيب المضطر إذا دعاه إلا الله كسه ورا وكسه نوعي تبت كيف تبرطان قافية ده إلا رب العالمين نبي مشركة وقت بيغمبري صلى الله عليه وسلم فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين وقت تشبنا السفينة ده والسفينة وهاد بك ده قال بيته ده خندقا ده ورا خوب بس برب العالمين بل هنده لا إله إلا الله أفايا توفانا خرخوا لبريكي وخلي خلاص كي ولادي خنهي لي وبشتنجي بي عبادتي برب العالمين بتنبكي ومعنى أفاش إلا الله وإيمانا برب العالمين إيمان سيتشتا تيفا مهبي سيتشتا إلا الله فادقري الإيمان بربوبية الله وبألوهيته وبأسمائه وصفاته تيفا ما إيمان هبيد كبس رب العالمين رب رب يعني ريفا برا يعني خالقه يعني ويقف مخلوقه هم يتشاكرين واو رزقي ده تفا مخلوقاتنا هما وبشتين رب العالمين شو لدفانا هما ريفت بات هذا معنى رب الحمد لله رب العالمين أم هم قاعد بيجين سري سورة الفاتحة أم بيجين رب العالمين تو رب هم عالمي الله خالق كل شيء رب العالمين أف مخلوقه هم يتشاكرين كشريك نياد رب العالمين ده تشاكر نيدا وخو مشركاش أفا باوري بهبو ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله مشركاش أفا باوري هبو كعرض عثمان خدية شاكرين مروف خدية شاكرين أوي باران تينيت رب العالمين أوي بشيكادات رب العالمين لو بيجن بك بو عبادة صنمات كان بابا چه صنمن لو بيجن أفا مروف صالحا أم دا خازت خد جهين نوانا أفا بو مد جهين رب العالمين إنا رب العالمين بيغمبر إنا نخاره بهند ده أبو خالك ديار كان بجنة أبا عين الشركة وأصل الشركة چونك رب العالمين چد بيش تمنى في قرآن ده فلا تدعو مع الله أحدا يقول قد نابد عبادتك كسب كي يا رب العالمين ما
لهند رب العالمين يقول واك سكر نكر أبي عيسى كريه شريك رب العالمين وعيسى كريه واسطة عليه الصلاة والسلام قال رب العالمين نقول تشنيا ما أظن بيغمبرك كريه واسطة ما بين من أخو درسته رب العالمين قلت لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة قلت أو كافرا أو البيجن رب العالمين وعيسى وروح القدس جبريل رب العالمين قد شركي الكسق منك ولكن يجب ان يكون هناك عبادات بصنمات ام نوك عبادات بصنمات ام هناك 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 عبادات بصنمات ام رب العالمين بصنمات ام هناك عبادات بصنمات ام هناك عبادات بصنمات ام هناك عبادات بصنمات رب العالمين عبادات بصنمات ام هناك عبادات رب العالمين قد فلا تدعو مع الله أحدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك بربي أحدا شنابي قد مروف كسب كتشريك ما بين أخو رب العالمين دا هنجي مروف دبيتا أهل توحيدة جاء أفايا إيكيا مروفي تبيا باوري هبيت كرب العالمين وإيمان برب العالمين أفايا كبس أو همو مخلوق شاكرين أو رزق الدات إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين أو شولد ومخلوقاتنا هما ريفت بات ألا له الخلق والأمر ومن يدبر الأمر إلا الله كسنية شولد فانا ريفت إلا رب العالمين ودنافا شولنا دا رب العالمين يبتنيه شريفة برنا شولد خدا الشيكرنا دا رب العالمين شو شريكنينه يهيد بيجيت والله عرديهن دا قطبت هين ودقال رب العالمين عردي ريفت بان ويهيد بيجيت محمد المهدي ك ديمايكا زماني ده وهندك هين نكات بجي محمد المهدي هي ومحمد المهدي هيك الواش ولا تويتشت كان محمد المهدي بجي الدنيا همو يا البرد استوي او كيف اخو ليره دي خراب كات ايره دي اوفا كات شليت كات وليك افكر الشريك قال رب العالمين ده الريفا برناد دنيا ده الا له الخلق والامر رب العالمين بجي الريفا برنا في دنياي وفا مخلوقاتنا له وحده بس رب العالمين هيك كيف عقيدها بيت أبا محمد المهدي كلا شريك رب العالمين بل هندي أفاد شتانا دا تشيكر نيدا طريفة برنيدا الرزقي دا رب العالمين يبتنية وأبا عقيدة ما وباورية ما بصرمانا بشتي هنجي توحيد الألوهية أو تو عباداتي وقت كي بخدي بتنية بكي نفيج بيت روجي بيت زكاة بيت دعاء بيت هر عبادتك يا بيت بخدي بتنية بكي أبا تهنجي رب العالمين كلا إله إله أخو وإله حق بس أما تعبادات بس بويكت يا سي أما ما إيمان وباوري هبي رب العالمين نافت هين بخوية دان القرآن دا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها رب العالمين نافت هما جوان تري وهما كامل تري وهما درس تري توينة أويت قرآن دا وما قوتين أويت بيغنبري وما قوتين صلى الله عليه وسلم الحديث خدا أفشت في ما باوري بهبت كأفا نافت رب العالمين ورب العالمين صفاتي شت هين يقول رب العالمين إن الله هو السميع يها قال البصير ادبيني غضب الله عليهم رب العالمين غضب هاي ورب العالمين لعنته الهندكات كات لعنه الله أبئك الكارت رب العالمين يا كرب العالمين قال الهندكات كات ثم استوى على العرش إيك الصفات رب العالمين يا رب العالمين بشتي عرض عثمان شاكرين يتشو أسهل عرشي أبا صفات رب العالمين بخول القرآن يقولين في إيمان بيني نباوري بينك أفهموية خدينا وتقال هندي داش أف صفاتنا وأف نافانا وأف كارت رب العالمين وكيت كسنين ليس كمثلي شيء ديتنا رب العالمين وكي ديتنا مانية ها قال بيناوي وكي ها قال بينا مانية رب العالمين يقول بل يداه مبسوطتان يد الله فوق أيديهم يقول من دسته هاي بس دسته وكي يتشو مخلوقانية نوكي دسته ما ليس كمثله شيء هذا معنى إيمان برب العالمين تبقى فانا فانا وفاصفتنا هم برب العالمين إثبات كينو بجنبال أفيت رب العالمين بس صفتا وكيت بشرينينا وكيت لايق رب العالمين ويبخويت قوتين أمجد برب العالمين دانين حكما إيمان فاتشتانا إينا هذا ما إيمان باورياما وعقيداما وتوحيداما راس بو كامل بو هنكي تو خدان عقيدك راسي هنكي تو أهلي توحيدي هنكي تو إيك الواكساي أويت بيغمبر صلى الله عليه وسلم أو مزجينية داينة وفواكسانة أويت من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ربو فانايا أو كسي سرفيهن دي بمريد بل هندش بيغمبر صلى الله عليه وسلم قوتي
من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. هركس يقول لا إله إلا الله دشتر بحشرة. هركس يقول بيت بس قول بيت ودي في معناه عمل بيكر بيت. عولي قول بيت لا إله عبادات بكسينا كربيت وجورة الشركة هما خلي بريء كربن وخلي دير كربيت. بيش تنجي إلا الله هذا بيت عبادات بس بو رب العالمين كربيت. هكا تأفها بيت تهمو تشتكي هاي. هكا تأفها بيت توحيدها بيت تهمو تشتكي هاي. تا رب العالمين يهارو كاريوتا ودبشتفانيوتا كالدنيا وآخرته. ملائكة رب العالمين همو متدعات كان الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. رب العالمين بيجد أو ملائكة العرش خده دزنه وهو يترخو شايت عرش خده أف ملائكة همو كان يستغفرون للذين آمنوا دعاء وداخاز اللي خوش بينا جناحة بواد كان أو إيمان بخده بتنه إيناي وعبادتي بخده بتنه كان هكا منو في أبا هبيت عردو عثمانو وهمو مخلوقات همو يتقال تدا هالا هكا منو في توحيد هبيت وقت أو رجا تتمري أي أو كسي تو عبادتي بخده بتنه كي عرد بو تدقريد عثمان بو تدقريد همو بو تعاجز بن وقت فرعون مري رب العالمين بجد فما بكت عليهم السماء ولا الأرض نا عثمان نا عرض بو فرعون نقري أما بو كيت قرين بو بي كسير قرين أو سريخو بو رب العالمين دان تعردي وسجود بو رب العالمين بد أو طير رب العالمين قصاوي وموجودة قرآن داد ويال سليمان عليه الصلاة والسلام كان نظوي هدهد بو وقت شوي ديتي جنك كملكا قومي خبو وتقال قومي مي يا عبادتي الروجيت كان يكل هات انا لي بيغمبر يا خدي وسليمان عليه الصلاه والسلام وشكات شكات انا شكات ليكر قلتي الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السماوات والارض قلتي افا تشبي عقلا راب عبادتي الروجيت كان قلتي ام حيوان وام طير رب العالمين عقلي شنو دوامه ام ام زين يدخلت وهذا الشرك والكفر بو قلت سليمان راب هرى رب العالمين تو يكير يا بيغمبر يا خده رابا هرا دعويت قال في قومه بك بجوار عبادتي بو خده تنيب كان شد افراد من عبادتي بو غير رب العالمين كانوا السجود بو روجيت بانو وشركه وكفريت كان كاس قال مروفي دانية اما هكا مروفي عبادتي بو خده كانت همو اشتكت قال تدا هاي خو طيرا كيف وكساتت او عبادتي رب العالمين كان ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب رب العالمين مش أفهم مو عبادة خديت كانوا سجود برب العالمين يدمن هك توش إيك الواقع سبي عبادة خو برب العالمين كي توش يتقال فانا همادا وأفهمو يتقال تدا تو يتقال في كوني وفا مخلوقاتنا هما تو يسجود برب العالمين بي وهمو هما تخوش تبي وهمو رجع قيامته بتشاهد يدا سرهنده كا أو عبادة تكري وبش تينجي هكا تشوى لا رب العالمين فيهن ديفا بتوحيد ديفا ولا إله إلا الله با تشن قناحيت هابن همو دي چن چونكي توحيد هف ايك المثال الدنيا هي اما ونيا دابو ما بيتا صانا يكرن ما الدنيا دا هندك ماديت هين كا چتي باكشت كان يا ابن نوفيو معجزة ويا هاي تيزا وقل اشتي دي هاي بش تو هكا الفلان جيدا كايد افي باكشت كتو سبيكت با وتوحيد يهويا شطف تو في مادي بمغسله داد كي مغسله كبيز ببيت وهمو چته بيز بيواني چه بدو ليوانه بيت وقت بيداد كي تديد جوان بوده بجي تازه تاكر يانيه توحيدش هل گناحات كتا تا چن گناح هبن تا چن خرابي هبن و تو فا گناحانه و همه و مربي مادم تا توحيد هيا تا هموش تاكي هيا دي توحيد دشتا سر چيايت گناح و اما دا انت خوره و دا راس كت قل عادي بل هندش في عمر صلى الله عليه وسلم قلت من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة أو كسك بمريد شو شرك ناف قناحيت بيدونا بديش تتبع الشيلة بل قد هو عاجزناك يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا رب العالمين أبو ما تبيجد حديثة قدسي دا هندي عارديت قناحة بن وتبوا قناحة بيت وبهات يا لاني من ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة طبعا بيجي هندي عادي هما اللي خوش بيه دمتا وما هو حديثه خدون نطونه سجلات قوتي سجلي قناحه
همو سجلت گناحا چلی هاتن همو چون رب العالمين همال يخوش بو سبب چه؟ چونك خدان لا اله الا الله شرك نفا گناحا دانا بون بل هنده هكذا توحيد هبيت تامو جتاكي هاي اما هكا مروفي شرك هبيت مروفي چونيا مروفي شرك هبيت نا رب العالمين بشتاو مروفي تجريد وده غضب ولعنات المروفي كات نا پیغمبر صلى الله عليه وسلم شهد شفاعت المروفي كات ونا اهل عردي و اهل عثمان ايك خل مروفي كتا خدان بل كو همو ضد مروفي تراوستن وهمو لعنتات كان مروفي رب العالمين بحسي واد كات الناف قرآن دا رب العالمين بحسي هنده كات بجيد رجاء قيامته وقت چنا ناف جهنم دا او الشرك كي ده چد بجن تالله سيندت خينن بجن امس رب العالمين بكينا والله كينا لقد كنا في ضلال مبين ده بجي الدنيا دا ام جلكت بي عقل بوين وام جلكت خلات بوين اذ نسويكم برب العالمين وقت ما فلان ولي فلان شيخ فلان قبر فلان بندك فلان دار فلان بر فلان مروف كي انا رزا رب العالمين هنجي ده بجي ناف جهنم دا تالله لقد كنا في ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين ما هم كتينا نرزا رب العالمين هوار كرن عبادت كرن دعاء كرن ابا همو حق رب العالمين يا قط رب العالمين من روذي خوش نابي وهنجي دي بيجن ام قلك خلد بوين ام قلك بي عقل بوين وقت ما هم كتينا هنا وفلان تينا رزا رب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون هنجي دي بيجن والله خر فلان كاس مجرم ام ضال كرين وام سريبرين نخو ملايد قوتي عبادتي بكاسي نكن ملاي قوتي فلا تدعو مع الله أحدا قرآن قوتي وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني ما أفها قال يدبو بس فلان كسي قوتي بات كل وراء بابو بابريت ما هر هوا رخوا بفا كسانا بري فا شيخا وسيدا بري كان جرم بخوي ديتي رونا كسك لي بلنبو رونا كسك لي بلنبو يعني أود ديتي هوا رخوا بي يهودي بشتى قرآن درب العالمين بشتى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ما قرآن ده قوت يا ألا فادعوا الأولياء ألا فاستغيثوا بالأولياء قوت يا ما دعاء الولياء كان يقول ولية خديلة لرب العالمين قلب قدرا شو ترسوا عاجزي وخمسة روانين بس نقول يا ما عبادة لك نقول يا ما هو رخبوا بان نقول يا ما سين دب سروا بخينا أفا ولينا رب العالمين يقول لالي من بقدر انت في عنقش قدر وابقرا تنقيصا وانا كانوا دعاء بكانوا وقصيد بريز بنا بري وانا كان أمو نقول يا عبادتي بكان بل هند دي او بيجن هنجي ناف جهنم اذا بيجن وما اضلنا الا المجرمون بيجن خر وامر وفيد مجرم ام سري برين ايدي چب سري واد فما لنا من شافعين بيجن ام خلي بسار بين رجا قيامته سحكي باكسيت هني هم ما شفاعته بوتيتا كرن پیغمبر بو شفاعتت کان ملائکه شفاعتت کان شهید شفاعتت کان ایماندار شفاعتت کان همه شفاعت ته ذکرن بس امت خویب سرین امت محروم این همه فما تنفعهم شفاعت الشافعين هنگی دی بیجن ناو جهنم دا دی بیجن کسی بو ما شفاعت ناکد ولا صديق حمیم چو برادریش منین پشتوانی مبکن و هاروکاری مبکن و دل دلی مبدنبا و بین گل مراوستن فلو ان لنا کرتن هنگی ناف جهنم داد بیشن خزی جارکادی ام بین افدره و رب العالمین ما بتف دنیای دا فنکون من المؤمنین دال واکسا بین ایمان بخود بتنه بینین و عبادتی بخود بتنه بکن طبعا جا بابا دهیت افدان و اف آخف نید اوت کن چه فایده دکت چه فایده نا کت رب العالمین دوشت اخسئو فیها ولا تکلمونی حاش اف آخف نه بس بساطه دکار اینان اخسئو رب العالمین گل اهل جهنم دکار اینید قال واكسا ابي اكل يا شريك يا رب العالمين شو قدرني يا لله رب العالمين شوف وقت مروف دنياي ده حاشا ينقول وقت ساكت بينيت دلي حياتي ودكتا دري هو رب العالمين اهل جهنم او مشركه بشي اخسأوا فيها ولا تكلموني ناغفنا بك اخفنا دي بعد بين نهايه هذا اخفك رب العالمين هو دهينا الرزيل كرن وسر شكرن الناف جهنم ده برشي چونكي وانا چتكر وانا اكل بشريك يا رب العالمين ده بر هند اشراب العالمين وقت ما وصيت البيغمبره قوتين ادناف قران دا بيغمبره شو وصيات البيشيكات خود كرن بري مرناخو ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت رب العالمين مش مانك حاضر بون
وقتی یعقوب علیه الصلاة والسلام هات یسر حال مرنه هات کدام مری و بری مرنه سر نخوشی و مرنه بود بچی گد خو خربه کرن اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیه ای گوته بچی گد خو چی گوته نگوته و نیا نویجا دکن آنها کن بشتی من دروجا گرن آنها و ما تعبدون من بعدی و تا از دمرم دونک عبادت که کن دعا و دا خازل که کن دی هورا خوبو که بن دی سینداب که خینن قالو نعبد الهک و اله آبائک ابراهیم و اسماعیل و اسحاق اله واحدا و نحن له مسلمون گوتا باب خوب گوتا ام دی هر عبادت وی خوده کن اویتا و بابتا اسماعیل و اسحاقی و عبادت لیکری ام بس او اله ما یو او اله حق عبادتی بس بوی کن و کسی نو کن نشریک هنگی دلوی مرتاح بو و هنگی اوی پیغمبر یعقوب علیه الصلاة والسلام زانکا او دعواکری جی خوی گرتی خلک فیر توحید بی فیر هنده بی عبادتی بو رب العالمین بکن تازه راحت بو سر بنا مالا خو بنا مالاوی پشتیوی تیشی شرک و کفر نابن چونکی مادم هندی اف عقیده لالی مایا پیغمبر او وصیت او بو آخر وصیت بچی گد خود کری و پشتی گید مرین وصیت او او بو وصیت او مالا خود کرد ذریت او خود کرد که عبادتی بو خودی بتنی بکن بو او گوته بو بحثی نویجا گل نکر چونکی او اصل دینیه هکت او هبید نویج و عبادت دی همو دی فایده تکن بس هکت او نبید ما هر نویجا بکن وقت رب العالمین سورة البلد بما بحثي او عبادتات كت و خيرات كت او مروفي خلاص كان رجع قيامة الجهنم بجي تفكو رقبه تو عبدك آزاكي قال خيرك مازنه و دي الجهنم خلاص بي او اطعام في يوم ذي مزغبه يا رجعك برز بي تو خارنب ده فقيره تو ده هيتيما او خيرت ويد مازن رب العالمين بجي هما ديت الجهنم خلاص كان و النقوشيات رجع قيامة ده خلاص كان بس كانجي ثم كان من الذين آمنوا تیو بری هنگی وی کسی ایمان هبی تیو بری وی هنده وی کسی ایمان هبید رب العالمینی بتنه و خدا عقیده کار راز بید هنگی اوه خیرت گلکت مازنن و گلک درجه تده بلند کن اما چی گا و مرووی ایمان نبید رب العالمینی هندی خیراب کد هندی عمل صالح کد چه فایده مرووی ناکد من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنه رب العالمین بجد هر کسی که عملک صالح کد بس بيش هنجي تبيا إيمان بخود ابتني هبي هنجي ده شنام بحشدة أم ده خاز رب العالمين يتكين رب العالمين ملوا كسبكت أم عبادتي بس بويب كين وملوا كسبكت أو مدير كت وما بريء كت ودلت ما وعمله ما وزمان ما وهمو جيت ما بريء كت همو جور الشركة وما سر توحيدة بجين وسر توحيدة بمرين وسر لا إله إلا الله حشر ما بتكرم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.